يا حبايبي، فيديو النهارده سهل وبسيط جدا. النهارده هنفرز الفراوله باسهل طريقه. اهي المنظر ده زي ما انتم شايفين اهو، وادي كمان البرتقال اهو. يلا اسمعوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التكات والاسرار، وما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس ودعوه طيبه. اسمعوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احلى متابعين واحلى مشتركين لقناة صفرة الهان. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد، فيديو سهل وبسيط. هنخزن النهاردة البرتقال بطريقة كويسة جدا، وكمان الفراولة. يلا كده نشوف هنعمل ايه. طبعا معانا الفراولة اهي، ومعانا البرتقال. اقول لكم معلش بقى عذرا للصوت ده، في ماتش والدنيا بايظه خالص بره. البرتقال انا غسلته غسله كويسه جدا اهو زي ما انتم شايفين. لازم يا جماعه نغسل الفاكهه تمام علشان الفيروسات الجديده دي، ربنا يا رب يحفظنا جميعا. هاخد بقى الفراوله دلوقتي اغسلها وارجع لكم. بصوا يا بنات، كمان نسيت اقول لكم ان في جزر، لان هخزن البرتقال بالجزر. يلا كده نشوف هنعمل. بصوا بقى يا بنات، الفراوله غسلتها غسله كويسه اهي تمام، ودي الجزر قطعته. الجزر بقى دلوقتي هاخد اسلقه واقشر البرتقال وارجع له. بصوا بقى، تعالوا دلوقتي نمسك حاجه حاجه. هنبتدي الاول بالفراوله تمام. اركن بس البرتقال ده كده على جنب. في ملحوظه كمان، البرتقال المفروض للتخزين العصير بيبقى البرتقال البلدي اللي هو الصغير ده. بس بصوا البرتقال يعني التاني برضك مش هيقول لا تمام، بس البرتقال العصير او التخزين هو البرتقال البلدي اللي هو بيبقى الصغير ده تمام. بصوا بقى، هاخد الفراوله كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا خزنتها قبل كده كامله زي ما هي كده تمام. اما جيت اعملها ايس كريم منها بقى تبقى مثلجه، ولازم تبقى مثلجه كده وانت بتعمل ايس كريم، فلقيتها بتعوق الكبه شويه او الخلاط. فاحنا ايه، هنبقى نعملها كده، هتقطعيها كده اتنين بقى تلاته زي ما انت عايزه اهو. خلاص كل ما تقطعيها يعني كده اتنين او تلاتة او اربعة بتبقى اسهل. خلاص اهو هكملها بقى بالمنظر ده وارجع لكم عشان وقت الفيديو. بصوا بقى يا بنات، دلوقتي انا قطعت الفراولة اهي بالمنظر ده زي ما انت شايفين. قطعها كده اهو كده بتبقى اسهل بقى، عشان بيبقى فيها تلج كمان. هتعمليها ايس كريم، هتعمليها عصير زي ما انت عايزه. خلاص هبتدي بقى اعديها في الاكياس بتاعتها. كده خليه كده اهو. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا بعمل ايس كريم فراوله تحفه جدا. انا منزلاه على فكره، منزله فيديو على القناه قبل كده، عايزين تشوفوه. تحفه تحفه تحفه، طعمه زي بره واحسن بكتير كمان. اكمل بقى بقيه التكيس وارجع. يا بنات اهو، انا كده خلصت الاكياس كلها اهي. منها بقى كده تمام. بصوا بقى، انا عندي الميزانه الصغيره دي، وزنت خليت كل كيس 300 جرام. حلو قوي كده. عايزه هتعملي كده، انا عايزه كميه، طلع كيسين طلع ثلاثه تمام. انا كان عندي في الفريزر، انا حبيت اوريكم بس الطريقه، قلت اكمل الكميه. خلاص ندي الفراوله كده خلصناها. يلا بقى ندخل على البرتقال كده اهو كده، نقشره كده. بصوا بقى، والجزر دلوقتي بيتسلق، نشوفه كده.
حاجة بسيطة كده ويتسلق. بصوا بقى، ابتدي اقشر البرتقال. عايزه اقول لكم على معلومه بقى جميله جدا، قشر البرتقال ده احنا ممكن نستفيد بيه. انا هاخده انشفه وبعد كده اطحنه، تمام؟ عايزه بقى تعملي كيكه برتقال، عايزه اي حاجه تنكهيها بطعم البرتقال، يبقى ايه، تاخدي من ال... عايزه تبشريه كده قبل ما تقشريه وتشيلي جزء منه، بس ما تنشفيه وتطحنيه افضل. اهو هخلص بقى اقشر الكميه دي وارجع لكم. بصوا بقى يا بنات، الجزر اهو خلاص سلقته، بصوا لسه بيطلع الدخان اهو، هسيبه بقى يهدى خالص لحد ايه ما اقشر كميه البرتقال. بصوا بقى دلوقتي قشرت البرتقال، يعني عملت حوالي كل البلدي، تمام؟ بصوا بقى هقطعه ازاي اهو، هعدل لكم بس هقطعه كده. خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى البرتقال البلدي هتلاقوا فيه بذر زي ده كده، البذر لازم يتشال عشان البذر ده بيخليه مرر. اهو هنشيل كده اهو، يبقى بالمنظر ده، تمام؟ شيل البذر ده. بصوا بقى حبايبي، هقطع بقيه الكميه بنفس الطريقه اهي، ولازم اشيل البذر عشان ما يمررش زي ما قلت لكم قبل كده. اهو منتهى البساطه كده بالسكينه اهو. هخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. طيب يا بنات، خلصت كده البرتقال اهو، قطعته، يلا بقى نكيسه. نجيب المكياس، وادي الجزر، الجزر اهو. بص انا مش عايزاه يعني، لو اتكيت عليه كده هيتقطع، بس انا عايزاه ايه، اهو شايفين اهو، عايزاه تلات ارباع سوا كده. خلاص بصوا بقى كده، احط بس البرتقال كده بصوا بقى. في طريقه تانية ان انت تعصري البرتقال بتاعك، سواء عندك في الفود بروسيسور او عصاره عاديه او عصاره يدويه زي ما انت عايزه، وبعدين تحطي معصور. دي طريقه ودي طريقه، تمام؟ حط بقى كده مثلا مع كل واحده ثلاث جزرات. اهو كمل بقيه الاكياس وارجع لكم. يا بنات انا كده خلصت كل الكميات بتاعتي، ادي الفراوله اهو زي ما انتم شايفين اهي، بتحطي الكميه اللي انت عايزاها في الكيس على حسب عدد افراد اسرتك، تمام؟ وادي كمان البرتقال اهو، بتحطي كده وتحطي عليه الجزر، الجزر طبعا مسلوق ثلاث ارباع سوا، ما تهروش، بيبقى بالمنظر ده. اهو الكمية ما شاء الله كويسة، بتعملي بقى على حسب الكمية اللي عندك، وبعدين بتدخليها الفريزر. بالنسبة للفراولة ممكن اطلعها وهي متفرزة او بالتلج بتاعها كده، بحط عليها عسل نحل واضربها في الكبة وكريم شانتي، بتبقى يعني بيبقى احلى ايس كريم فراولة، تمام؟ هتطلعي تعمليها عصير، تمام؟ هتطلعي تعمليها مربى زي ما انت عايزه. انما العصير البرتقال بقى بتعملي ايه، بتجيب الكيس كده او على حسب بقى، كيس كيسين، بتطلعي تحطي عليه ميه ساقعه وسكر، تضربيه في الخلاط وبعدين تصفيه بس كده. ايه رايكم بقى؟ فيديو النهارده كان خفيف كده وبسيط، يا رب يكون عجبكم. انتظروني طبعا في الفيديوهات الجايه، وما تنسونيش في اللايك واشتراك، واهم حاجه طبعا دعوه طيبه. بصوا ادي المنظر، يلا اروح بقى احطه في الفريزر. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله رمضان يجي علينا واحنا في احسن صحه وحال، وتكون الاوبئه انتهت وكل حاجه وحشه انتهت، والخير كله جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.